في في تعليق تعليق أظن أظن موجه موجه لبشمهندس لبشمهندس عمر عمر سليم. سليم، أستاذ أستاذ ماجد ماجد بيسأل، بيسأل أو أو دكتور دكتور بقى بقى ماجد. ماجد، هو هو أستاذ أستاذ تصميم تصميم في في جامعة جامعة أمريكية، أمريكية يعني يعني هو هو يحب يحب ينضم ينضم يعني يعني أو أو يساعد يساعد في في فريق فريق إعادة إعادة الإعمار الإعمار أظن. أظن. فأظن فأظن ممكن ممكن إن إن شاء شاء الله الله حضرتك حضرتك تتواصل تتواصل مع مع باشمهندس باشمهندس عمر، عمر، أو أو لو لو باشمهندس باشمهندس عمر عمر حضرتك حضرتك حابب حابب تتفضل تتفضل يعني يعني تشرح تشرح أي أي إضافة. إضافة. طيب، طيب، بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. إن شاء إن شاء الله، الله، بس بس قبل قبل ما ما أبدأ أبدأ هقول هقول يعني يعني حاجة حاجة بسيطة بسيطة خالص، خالص، يعني يعني نقطة نقطة بسيطة بسيطة كده، كده، إن إن في في حد حد كان كان متحمس متحمس جدا جدا لفكرة لفكرة معينة، معينة، تمام؟ تمام؟ ولازم ولازم أجبر أجبر الناس الناس على على الفكرة الفكرة ديت، ديت، فخرج فخرج في في الشارع الشارع ومثلا ومثلا مقتنع مقتنع مثلا مثلا بالفلسفة بالفلسفة الوجودية، الوجودية، وقال وقال أنا أنا لازم لازم أخلي أخلي كل كل الناس الناس تؤمن تؤمن بالفلسفة بالفلسفة الوجودية. الوجودية. فوقف فوقف واحد واحد في في الشارع الشارع وقال وقال له له أنت أنت لازم لازم تبقى تبقى فلسفة فلسفة وجودية. وجودية. فالراجل فالراجل خاف خاف منه منه قال قال له له أه أه أنا أنا موافق موافق أبقى أبقى معاك، معاك، بس بس إيه إيه هي هي الفلسفة الفلسفة الوجودية، الوجودية، أو أو إيه إيه أعمل أعمل إيه إيه عشان عشان أبقى أبقى فلسفة فلسفة وجودية؟ وجودية؟ فقال فقال له له معرفش، معرفش، تعال. تعال. فقال فقال له له خلاص خلاص تعال تعال ندور ندور على على الموضوع. الموضوع. الفكرة الفكرة كلها كلها إن إن إحنا إحنا ممكن ممكن نكون نكون متحمسين، متحمسين، لكن لكن محتاجين محتاجين نفهم نفهم الموضوع الموضوع بشكل بشكل أعمق أعمق شوية، شوية، وده وده اللي اللي بتقدمه بتقدمه الدورة. الدورة. أنا أنا استفدت استفدت من من دورة دورة كتير كتير جدا، جدا، من من محاضرات محاضرات المهندس المهندس أحمد أحمد والمهندس والمهندس إبراهيم، إبراهيم، ويعني ويعني كمية كمية معلومات معلومات كتيرة كتيرة طرحت، طرحت، فالواحد فالواحد استفاد استفاد منها منها وبدأ وبدأ يبقى يبقى عنده عنده وعي، وعي، وبدأ وبدأ إن إن الواحد الواحد يستوعب يستوعب حاجات حاجات مهمة مهمة جدا جدا إن إن احنا احنا نستوعبها. نستوعبها. يعني يعني تخيل تخيل إن إن ممكن ممكن الأجيال الأجيال القادمة القادمة تنمو، تنمو، أو أو احنا احنا نامين نامين على على فكرة فكرة إن إن الفلسطينيين الفلسطينيين باعوا باعوا أرضهم. أرضهم. فالفكرة فالفكرة دي دي تدمر تدمر أي أي فكرة فكرة إن إن احنا احنا نحاول نحاول إن إن احنا احنا نصلح نصلح ما ما الغلط الغلط عندهم. عندهم. اكتشفنا اكتشفنا تاريخيا تاريخيا إن إن الكلام الكلام ده ده كان غلط، غلط، وإن وإن جزء جزء كبير كبير يقع يقع على على الدولة الدولة العثمانية العثمانية طلعت طلعت قرارات قرارات في في الفترة الفترة دي، دي، والمحتل والمحتل البريطاني البريطاني وليس وليس المندوب المندوب البريطاني البريطاني طلع طلع برضو برضو قرارات قرارات ساهمت ساهمت في في انتشار انتشار الفكرة الفكرة دي. دي. فإحنا فإحنا لازم لازم من من بداية بداية يبقى يبقى عندنا عندنا فكرة فكرة الوعي، الوعي، لذلك لذلك الوعي الوعي العمراني. العمراني. فمثلا فمثلا في في صحيح صحيح البخاري، البخاري، الإمام الإمام البخاري البخاري هو هو فقيه فقيه ومحدث، ومحدث، يعني يعني عنده عنده فقه فقه كبير كبير جدا. جدا. يعني يعني أسامي أسامي الحديث الحديث اللي اللي هو هو بيحطها بيحطها أو أو عنوان عنوان الحديث الحديث ده ده بيخلي بيخلي العلماء العلماء تلف تلف حوالين حوالين نفسهم، نفسهم، لأن لأن هو هو أصلا أصلا فقيه فقيه فبيحط فبيحط عناوين. عناوين. فحط فحط باب باب اسمه اسمه باب باب العلم العلم قبل قبل القول القول والعلم، والعلم، قبل قبل القول القول والعمل. والعمل. فاعلم فاعلم أنه أنه لا لا إله إله إلا إلا الله. الله. فقبل فقبل التوحيد التوحيد لازم لازم في في علم، علم، لازم لازم إن إن احنا احنا نتعلم، نتعلم، لازم لازم إن إن احنا احنا نستوعب، نستوعب، لازم لازم إن إن احنا احنا نبدأ نبدأ إن إن احنا احنا نفهم نفهم كل كل حاجة حاجة موجودة موجودة إزاي. إزاي. يعني يعني مثلا مثلا فكرة فكرة إن إن احنا احنا نقول نقول مستوطنة، مستوطنة، لا لا هي هي مش مش مستوطنة، مستوطنة، هي هي مغتصبة مغتصبة ولازم ولازم ترجع. ترجع. فكلمة فكلمة مغتصبة مغتصبة أقوى أقوى من من مستوطنة. مستوطنة. لذلك لذلك المغتصبات المغتصبات اللي اللي كانت كانت موجودة موجودة في في غزة غزة لما لما خرجوا خرجوا منها منها وإن وإن شاء شاء الله الله يخرجوا يخرجوا من من الباقي، الباقي، دي دي كان كان اسمها اسمها محررة، محررة، دي دي خلاص خلاص اتحررت. اتحررت. فلازم فلازم نظبط نظبط الأقوال، الأقوال، لازم لازم إن إن احنا احنا نبقى نبقى واحدة 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 نفهم نفهم الفكرة الفكرة نفسها نفسها ونفهم ونفهم اللي اللي يبقى يبقى عندنا عندنا وعي. وعي. للأسف للأسف احنا احنا مثلا مثلا لو لو دخلنا دخلنا في في مناظرة مناظرة مع مع واحد واحد مثلا مثلا صهيوني، صهيوني، رغم رغم ان ان انت انت معاك معاك الحق، الحق، لكن لكن لان لان احنا احنا ما ما بنقراش بنقراش كتير، كتير، ما ما بنستوعبش بنستوعبش كتير، كتير، ما ما بنحضرش بنحضرش محاضرات محاضرات كتير، كتير، هيتغلبوا هيتغلبوا علينا. علينا. تمام؟ تمام؟ هيبدأ هيبدأ يقول يقول لك لك والله والله ده ده انا انا عندي، عندي، انا انا مش مش عايز عايز ادخل ادخل في في تفاصيل، تفاصيل، لكن لكن هو هو هيقول هيقول لك لك ان ان انا انا عندي عندي العهد العهد القديم القديم ده، ده، ربنا ربنا وعد وعد سيدنا سيدنا ابراهيم ابراهيم بان بان هو هو هياخد هياخد فلسطين فلسطين كلها، كلها، فلسطين فلسطين وجزء وجزء من من مصر مصر وجزء وجزء من من السعودية السعودية وجزء وجزء من من اللي هو اللي هو من من البحر البحر من من النهر النهر للنهر. للنهر. يعني يعني هو هو هياخد هياخد كل كل الحاجات الحاجات دي دي من من نهر نهر الفرات الفرات لنهر لنهر النيل. النيل. يعني يعني تعتبر تعتبر الصحراء الصحراء الشرقية الشرقية كلها كلها وكل وكل حاجة حاجة في في شقر شقر النيل النيل هو هو بياخدها. بياخدها. فدي فدي حاجة حاجة رهيبة. رهيبة. ما ما عايزين عايزين نستوعب نستوعب فكرة فكرة إن إن ربنا ربنا وعد وعد إبراهيم إبراهيم إن إن هو هو يديها يديها لأولاده لأولاده إسماعيل إسماعيل وإسحاق. وإسحاق. ففي ففي حاجات حاجات كتيرة كتيرة جدا جدا هم هم بينشروها. بينشروها. لذلك لذلك بدأت بدأت فكرة فكرة الصهيونية الصهيونية المسيحية المسيحية قبل قبل الصهيونية الصهيونية اليهودية. اليهودية. في في ناس ناس كتيرة كتيرة بدأت بدأت تقتنع تقتنع بالآراء بالآراء والأفكار والأفكار ويدعم، ويدعم، وحتى وحتى وعد وعد بالفرقة بالفرقة معتمد معتمد على على فكرة فكرة إن إن هم هم قدروا قدروا يغرسوا يغرسوا أفكار. أفكار. إحنا إحنا دلوقتي دلوقتي في في فرصة فرصة إن إن ناس ناس كتيرة كتيرة موجودة موجودة دلوقتي دلوقتي في يعني يعني متعاطفة متعاطفة مع مع غزة، غزة، وبدأ وبدأ الموضوع الموضوع زمان زمان كان كان التلفزيون التلفزيون الصهيوني الصهيوني بينشر بينشر الفكرة. الفكرة. فدلوقتي فدلوقتي الناس الناس من من خلال خلال برامج برامج زي زي تيك تيك توك توك بدأ بدأ ينشر ينشر الفكرة. الفكرة. فبدأ فبدأ في في ناس ناس كتيرة كتيرة موجودة، موجودة، فنقدر فنقدر إن إن احنا احنا نتحرك نتحرك في في قضية. قضية. يعني يعني لو لو واحد واحد ملوش ملوش دعوة دعوة بالعمارة بالعمارة لكن لكن ممكن ممكن عنده عنده لغة، لغة، عنده عنده مثلا مثلا متابعين متابعين كتير، كتير، يبدأ يبدأ ينشر ينشر القضية. القضية. فتلاقي فتلاقي
ما ندعمش حد بيعتدي على الآخرين، هيتوقف الدعم في ساعتها، كأن في إنسان منعت عنه الأكل والشرب وكل حاجة. فدي نقطة مهمة جدا إن إحنا نتحرك في موضوع الوعي، إن إحنا على نبدأ إن إحنا نتكلم في الشات وفي كل مكان باللغات، للأسف العربية، لأن في ناس كتيرة عرب عندهم مشكلة في موضوع المفاهيم وموضوع فهم القضية، ودي حاجة خطيرة جدا. لازم إن إحنا نستوعب القضية ونستوعب اللي إحنا بنعمله. طيب، قبل ما أجاوب على سؤال الدكتور الفاضل، في بس إيه، حد بعت لي سؤال مهم قوي اللي هو ويعني هنفكر فيه، يعني ريت ناس تجاوب برضه على الشات. أنا هقول لكم السؤال وأقول لكم الإجابة بتاعتي ونفكر فيها مع بعض، تمام؟ واحد دكتور كنت طلبت منه حاجة يعني، فقال لي بص، أنا عندي مشكلة إن إحنا أنت بتتكلم عن العمارة في فلسطين وسط ظروف القتل والصراع، الكلام ده متناقض، يعني إيه الأهم، الإنسان ولا المبنى؟ يعني لهدم الكعبة أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم، فكلامه سليم. فازاي احنا بنتكلم في العماره وفي ظل الظروف دي؟ قال لي مش هنتكلم في العماره غير بعد ما الموضوع يقف وكده. طيب، احنا بنتكلم عن العماره، اولا موضوع الوعي، ان احنا نشرح للناس الفكره واهميه الموضوع. موضوع الهويه والثقافه، العماره دي مش مجرد مبنى، ده جزء من الهويه الثقافيه والتاريخيه، وفلسطين العماره بتمثل شاهد حي على وجود الفلسطينيين في الارض ديت. كان في كتاب كان كتبه واحد يهودي، كان بيتكلم ان هو كان ماشي فلا مباني، فقال لهم ايه المباني دي؟ قالوا لا لا، ده مباني رومانيه مالكش دعوه بيها. فبيقول لهم هو الرومان كانوا بيبنوا مساجد، دي مساجد، يعني كان الفلسطينيين عايشين هنا بقالهم اكتر من 1000 سنه، فهم بيحاولوا ان هم يمسحوا الهويه بتاعتنا والتراث بتاعنا. فلازم يكون في جزء كبير جدا من الحفاظ على الهويه الفلسطينيه، وده نوع من انواع المقاومه والصمود، ان احنا اي مبنى بيتبني هنبنيه ان شاء الله على نفس الطراز ونفس الفكر، واي حاجه ان شاء الله تتدمر من البنيه التحتيه ان شاء الله تتبني افضل منها. وده بيمثل ويعكس اراده الشعب الفلسطيني في البقاء والصمود على ارضه. اعاده الاعمار والتعافي، يعني ان شاء الله يبقى في غزه شعار بتاعها. على فكره الصوره اللي انا حاططها دي صوره غزه، فمدينه جميله جدا، وهي كالعنقاء، يعني مهما حصل من حروب بتنهض افضل مما كانت، ده من 3000 سنه قبل الميلاد. البعد الانساني، الاهتمام بالعماره هو اهتمام بالبشر، ببيئتهم وحقوقهم في العيش في اماكن امنه ومستدامه. وان شاء الله هدفنا وهدف بلديه غزه انها تبقى مدينه ذكيه، سمارت سيتي، افضل من كل المدن الاوروبيه ان شاء الله. ومشكورين حطوا الرابط الانضمام لمجموعه اعاده العماره. في حاجات كتير احنا بنفكر فيها، تمام؟ نتمنى الناس تشارك معانا، ودي إجابة على سؤال الدكتور. وعلى فكرة الجمعية الفلسطينية مشاركة معانا في إعادة الإعمار وليها دور كبير جدا، ورئيس الجمعية برضو مشارك معانا، ففي تعاون جامد جدا، لأن هو الهدف إن إحنا نشوف فلسطين ونشوف غزة أفضل ما يمكن. فإحنا عندنا بعد إنساني وعندنا رسالة عالمية إن إحنا بنقول للناس إن غزة وفلسطين مش ساحة حرب، هي ساحة حياة وثقافة وبنى وفن وتخطيط حضاري وتنمية واستدامة، فهو جزء من التأكيد على حق الحياة، وده أقل حاجة نقدر إن إحنا نعملها. في علم اسمه علم التطوع، أنا لما أجي أتطوع مثلا بفلوس، ولا أتطوع بإن أنا أخدم الناس، يعني هحتسب مثلا وقت معين إن أنا هصمم حاجة معينة أو هبني حاجة معينة أو هجرب حاجة معينة، ده نوع من أنواع التطوع ونوع من أنواع احتساب الجهد عند الله سبحانه وتعالى. وممكن الفايدة بتاعتك تبقى كبيرة، يعني تخيل مثلا دكتور قال إيه، أنا هتبرع مثلا بمبلغ، ولا يتبرع بساعات معينة يخدم بها الناس ويقدم لهم العلاج مجانا أو يشفع عليهم مجانا أو يشارك مثلا في فحوصات طبية. فدي قيمة التطوع بتكون أفضل بكتير. أفضل حاجة في التطوع يكون نفس الحاجة اللي أنت درستها ونفس الحاجة اللي انت شغال فيها، فلما تستخدمها في التطوع ده كده هتلاقي فايدة كبيرة جدا هتعود على الناس. شكرا لكم، وآسف لو كنت طولت. لا، شكرا يا باشمهندس عمر، وحقيقة السؤال ده بيتكرر كتير يعني.